نادى مجلس الوزراء الكويتي بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت، أملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 64 في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت، مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة ووفاء وإخلاص لبلده وشعبه لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها، ليكون لنا جميعا خير خلف لخير سلف، وإنه سبحانه سميع مجيب.